ببص لقدام. وإلى متابعة الألعاب الأخرى، يجري عبد الحليم عبو لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي خلال الساعات القادمة عملية جراحية في غضروف الركبة، ويجري لاعب الجراحة في الغضروف الداخلي والغضروف الخارجي إلى جانب عمل منظار استكشافي للتأكد من عدم وجود مشاكل طبية. كان عبو قد عانى من الإصابة في وقت سابق ولجأ إلى مسكنات لاستكمال مباريات الفريق على مدار الموسم. يواصل إبراهيم الجمال لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أداء برنامجه التأهيلي الذي يخضع له للتعافي من إصابته بشد في عضلة السمانة. وحرص الجمال على أداء التدريبات العلاجية للتخلص من الإصابة فيما اعتذر الجمال عن المشاركة في معسكر المنتخب الوطني بعدما أخطر الجهاز الطبي بإصابته وقدم التقارير والأشعة التي تثبت خضوعه للعلاج الطبيعي. بدأ اليوم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات بطولة الدوري والمقرر لها يوم الجمعة القادم، ويكثف الجهاز الفني استعداده للمباراة من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على صدارة الترتيب قبل مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من البطولة. يغيب محمود عاصم لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي 3 أسابيع عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة بنهائيات بطولة الدوري. وأكد الجهاز الطبي غياب اللاعب بعد إصابته بشرخ في أحد أصابع القدم، حيث تم وضع جبيرة جبس حول مكان الإصابة، وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في كل مبارياته بالدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل الدوري، فيما تبقى للفريق مواجهة طلائع الجيش والزمالك لحسم لقب البطولة. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي أخبار النشرة الرياضية.